السلام عليكم، أصبح مبلش بآخر فيديو اللي شطرته إن شاء الله. شطرته نهايته بحكي عن الكابلاري أكشن. يعني الكابلاري أكشن إنه هي خصيم من خصائص السيرفس تنشن. الكابلاري أكشن ليش يعني هي سيرفس تنشن، بس ليش خصوها لحالها بفكر على جنب؟ ببساطة هاي كثير مهمة الخاصية. تخيل أنت عندك مثلا أنبوب، زي أنبوب في عليه هيك سطح المي عندك، تمام؟ كله مي، يعني ناط كله مي. انا حطيت شلن، شو بصير؟ تلاقي المي قلت هيك بتنهون فاضت زي هيك. جرب اعملها بالحياة عندك بالدار، تحط قطعة معدنية او اي اشي، المي طلعت لفوق. طيب انا بحكي لك، طبعا ما شفت بحياتك، بس انا بقول لك كان عندي سطح زئبق شلن، تمام؟ المي عملت هيك نزلت، نزول لتحت نزلت، هي هيك صار سطح المي. هسه بتشوفها بالرسمة. شو السبب هذا؟ السبب هو الكابلاري اكشن، هي الخاصية الشعرية. يب شو السبب؟ كذا بكل بساطة هحكي لك شغلة خصها مبدأ واحد. هو في عندي قوة تماسك وقوة تلاصق. شو يعني قوة تماسك وقوة تلاصق؟ بتلاحظ انه انا عندي انبوب جواته مياه، انبوب جواته مي، يعني المي جوا الانبوب، يعني المي ملاصقة للانبوب، يعني تلاصق بين اسمين مختلفين. طيب شو قوة التماسك؟ يقول لك التماسك بين المي ونفسها، بين المي ونفسها، يعني ايش بالمختصر؟ بين جزيئات المي، بين جزيئات مياه. دائما خذها قاعدة، التلاصق يكون بين جسم جسم آخر، أما التماسك يكون بين جزيئات السائل الواحد، يعني زئبق وكذا مثال. هون التماسك اللي كويشي فورس، التماسك بين جزيئات السائل الواحد، التلاصق تلاصق جزيئات السائل سطح معين. طيب لازم تميز بينهم. بالتالي هون إذا كانت قوة التلاصق أكبر قوة التماسك، تصير ارتفاع للسائل. يعني المي كثير تماسكه خفيف مع نفسه، يعني المي مش لزج كثير، بس تلاصقه مع الأنبوب أعلى من التلاصق بشكل عام حتى لو خفيف. شو بصير عندي؟ أظن إنه المي زادت لفوق، طلعت لفوق. ما لو بصير عندي زيادة في المي، زاوية فاي. أقول لك شو تعرف الزاوية هاي؟ لو كان عندي زئبق، طلع زئبق، وتماسك الزئبق بين بعضها كثير عالية، كثير لزج، بالتالي التلاصق يكون أضعف، فبالتالي الزاوية تكون أكبر من 90 عن محور واي، يعني تلاقيها مش هيك، هيك 90، هيك بتكون الزاوية، لأن المي نزلت نزول، ما نزلت نزول. طيب الزاوية هاي بسموها كونتاكت أنجل أو ويتنج أنجل، تمام؟ عندي هذا الشكل. الاشتقاق اللي هون الحكي المكتوب خطأ، بس القانون صح، الحكي غلط. شو بصير عندي في هذا؟ بطبق له انا خاصية الكابلاري اكشن، تمام؟ يلا خاصية الكابلاري اكشن على مبدأ السيرفس تنشن. شو يعني؟ انا حطيت قطع المي نزلت وطلعت، طيب على اساس نزلت ببساطة في عندي وزن، في عندي كمان عندي اف، انا بحلل لاف واحدة مش لتو اف، بحلل لاف واحدة. شو هاي الاف؟ الاف السيرفس تنشن، فبدي اعمل اتزان. كيف بدي اعمل اتزان؟ بتحكي سيجما اف واي تساوي صفر. بحكي انا عندي اف سيجما، هاي اف سيجما ساين فاي، ساين فاي. ليش؟ انه انا حللها لهذا المحور مائله، والزاويه فاي مع زاويه مع محور واي، فبدي انا ماخذ سيجما اف واي لواي كوساين، ناقص الوزن تساوي زيرو. الوزن تساوي اف ساين اي. طيب يلا كمل. شو الوزن؟ وزن جاما في فوليوم. شو الاف؟ هي سيجما ال ساين اي. طيب شو استفدنا؟ وين السيرفس تنشن؟ انا بدي سيرفس تنشن، لا بدي الاتش، اختار الزياده للمي او النقطان، فصلها التفصيل. كيف يعني؟ جاما اللي هي رو في جي مش مشكله، فوليوم انا عندي بتلاحظ الشكل، شكل دائره، بوب مش انبوب مستطيل. الدائره شو حجمها؟
هي المساحة باي ار تربيع باي ار باي دي تربيع الاتش المقدار الزيادة سيجما سيجما خاصية باي ال هي محيط الدائرة 2 باي ار ساي. بالتالي ار مع ار تربيع بتروح انا بدي الاتش صح بحكي الاتش بتساوي مع الباي بتروح الاتش بتساوي 2 سيجما ساين فاي على جاما في رو في جي. وهذا القانون اللي انا كاتبه لحد الاتش بتساوي 2 سيجما كوساين فيت على رو في في ار طبعا نسيت الار هي الار في ار او جاما ار او جاما ار اختار طلب السيرفس تنشن ركب القانون سي هيك تمام. فانا هون الغلطان في ان كتب انه عندي قوتين مش ضارب اثنين مش منطق الخطأ بيطلع ويكون خطأ لا هي الفكرة انه حل عينة واحدة دائما لقوة واحدة تمام عندي نقصان نفس الطريقة بس فشو اللي بثبت لي انه نقصان او زيادة كوساين الزاوية كوساين الزاوية كوساين اكبر من 90 فالجواب سالب يعني نقصان. يلا دي اسئلة على مبدأ السيرفس تنشن وعلى الكابلري اكشن كل ما بعض. يلا water has a surface tension of 0.4 نيوتن لكل متر انا عرفت من السؤال عن surface tension سيجما 0.4 وحدات نيوتن متر الثلاث ملي متر ديميتر فيرتيكال بالكوب يعني الديميتر 3 ملي يعني 3 على 1000 يعني 0.03 تمام. The liquid rise 6 ملليمتر above يعني المقدار الزيادة 6 ملليمتر يعني 6 على 1000 يعني 6 يعني 0.06 كالكوليت ذا ويتنج انجل الزاوية سهل سيجما تشتق من القانون صح القانون هي اتش بتساوي 2 سيجما كوساين فاي او في جي في ار. يلا اتش اعطاني اياها 0.06 2 من القانون سيجما اعطاني اياها 0.4 الزاوية كوساين فاي 1000 يرو مي ووتر الووتر كثافته 1000 كلنا حفظ 9.81 والراديوس راديوس اعطيني الدياميتر 3 ملي دي تساوي 2 ار بالتالي ار تساوي دي على 2 يعني دي عندي 3 على 1000 كلنا يعني 3 على 1000 على 2 يعني 1.5 في عشق 1000 ففاي 80.6 بس الفكرة انه هاي تعوضها راديوس مش دياميتر يعني بقسمها على 2. يلا هذا السؤال what height of the reservoir level حرارة 20 بيقول لي إذا الديميتر 1.6 الديميتر 1.6 بكم ال H بهذا مي surface tension إلو كذا والجاما إلو كذا درجة حرارة 20 شو بحكي أنا القانون بشتق إذا بشتق يعني بحكي الوزن يساوي F sin I لا الوزن جاما فوليوم جاما باي 4 دي تربيع او اي ار تربيع اللي بحبه قلبك طلب الاتش طبعا معطيني دايميتر بحل بتلال الدايميتر شو بتساوي اف دي اف اللي هي سيجما ال ال ايش اف دي او ام باي ار اللي شي ايش في سيجما ال في كوساين فاي جيب لي سيرة الزاوية بالسؤال اللي احسبها لا اعتبرها صفر اعتبرها واحد كان الصفر واحد تمام اعتبرها صفر دي مع دي تربيع بتطير شو بصير عندي الجاما اعطاني 9.790 باي 4 دي كم اعطاني اياها دي معطاني اياها 1.6 يعني 1.6 على 1000 او 3 سيجما معطاني اياها 0.073 باي مع باي بتطير في اتش طبعا هاي الاتش هي المجهول حسبتها اليو بتساوي اف اما اي في اتش اوكي حكي لك من ال وكمل اي عوضت القانون قلت لك انا اذا كلير رايز بتقدر تحفظ القانون واذا بدك على ال بتشتق زي ما بدك بتحل بيطلع معك الرقم. يلا سؤال النمله
كثير كثير حلو السؤال. مهم. اللي a water bug suspended on the surface bound by a surface tension water does not with legs. يعني بقول لي المي ما بللت الإجرين. Bug has a six leg. ها ست إجرين. وبالرسم قال لي 1, 2, 3, 4, 5, 6. اللي and each leg contact with a water length 5 millimeter. يعني ال الإجر الواحدة هي 5 millimeter. وهي موضح لي اسمه إنه كل إجر لمسة المي 5 millimeter. لكم الكتلة للحشرة تر surface tension. بالفيديو السابق قلت لك إجر النملة section تبعها هي الإبرة زي الإبرة. لأن أنا عندي 2F cosine phi تساوي الوزن. تمام؟ يبقى cosine phi جاب يصير هلا يعتبرها واحد. شو بحكي أنا؟ وزن بتساوي 2F cosine تعتبرها واحد. F اللي هي 2 سيجما L و W إيش؟ قال لي بده ماس فبحكي M في G. تمام؟ يعني مش جاما فوليوم. البي 9.81 الماس بده إياها السيجما معطيني إياها ال L. ال إيش هي؟ شو اللي ملامس المي؟ إجرين. شو اللي ملامس المي؟ 6 إجرين. 6 L 6 إجرين 6×5=30. بس يلا نزل شوف W بتساوي 2F في G بتساوي 2 سيجما 6L. هاي 6L. الكم 5 مليمتر 30 مليمتر 2 في بوت أو 7.3 6 5 مليمتر على الجاذبية. طلع معي الرقم شرحت لك من قبل سكشن نفس سكشن النملة. قلت لك الال هي طول الملامس بس لأنه عندي 6 الملامسات للمي ضربت في 6. هون البابل قال what is the difference of pressure a bubble radius إلها 4 يبدو difference of pressure قلت بي تبي بتساوي 4 سيجما على R. سيجما ما يعطيني إياها الR ما يعطيني إياها ضرب القانون مباشرة. قلت لك البابل يا بتشطب أو يا يلا السؤال اللي بعده حلو تمام. السؤال بيقول لي calculate the maximum cabling rise between two vertical glass placed at space 1 millimeter surface tension. شو معنى هالحكي؟ في عندي vertical glass صفيحة قزاز زي هيك صفيحتين المسافة بينهم 1 ملي. طبعا cabling rise يعني زي هيك فين cabling rise بتختار زادة المي. يعني المي عندي هيك تمام مي زادت لفوق تمام تمام المي لامس الى هذا الطول ال يلا في 2 ال. بالتالي هاي هي الاتش وهاي هي الواحد مليمتر واحد هاي ال. فشو بعمل انا ببساطة F او W سيجما ال أو W اللي هي جاما فوليوم. يلا سيجما معطيني إياه ال ال مش معي بخليها ال. جاما هي جاما رو في جي. فوليوم هي ال الاريا. الاريا ايش؟ اتش الثيكنس اللي هي واحد بده الاتش. ال مع ال بتطير. سيجما معي الجاما معي واحد هي واحد مليمتر يعني 1×10^-3 1/1000 لقيمة اتش. فكرة انه مش دائما كبل الريرايز يعني بتطبق القانون هذاك. لا بتطبق القانون حسب شو معطيني حسب شو ايوه سيجما ال انا بضرب لانه عندي سطحين اكيد يعني زي السطح زي السؤال زي الشرح اللي هناك سيجما دبليو. يلا دي اخر سؤالين بالمادة فترته. بيقول لي drop water forming under solid surface configuration before separating and filling is shown in the figure. اللي بكل بساطة عندي أنا هاي قطرة surface tension على الشكل الأخير اللي هي الدروبليت. لا بقول لك هي شكلت شكل نصف كرة مسفير شكل نصف كرة شكل نصف كرة إلها حجم مش زي ما حلينا آخر إشي إنه مساحة حجم حجم الدائرة. هون حجم نصف الكرة
شو بنحكي؟ الوزن تساوي الفورس، الوزن هي فوليوم في جاما، الفورس هي فورس اللي هي الفورس للسيرفيس تنشن، باي في دي في سيرفيس تنشن، باي في دي في سيرفيس تنشن. الفوليوم لنصف الكرة للأسف أنا مش حافظه فجبت من جوجل، أيوه صح الفوليوم لحجم الكرة. جاما للووتر 9810، دي هو بده الدايميتر، وهي السيرفيس تنشن تطبيق مباشر، الوزن بيساوي الفورس، طلعت الدايميتر لنصف الكرة. تمام. هسا يجي لسؤال الحلقة، يقول لي a surface tension of liquid is being measured with a ring in figure. The ring has outside diameter 10 سنتي وside diameter 9.5 سنتي. يقول لي كتلة الرنج 10، هو اللازم لحتى تدفش الرنج هي 16. What is the surface tension of the liquid؟ طبعا هو معطيني force بس هي ايش بالجرام، قال بدي اضرب بالجاذب، وهي جي 10 جي اللي هي 10 في الجاذب المقصود فيها، مش شرط جرام بس، لا هو اعطاني ماس. لما يكون عندي شكل في رينج، رينج بتكون عندي هيك فراغة تقريبا، فعندي سطور داخلي وقطر خارجي، تمام، اسمهم دي اي ودي او، او خارجي ودي اي داخلي. الها قانون بدك تحفظه، السيرفيس تنشن عبارة عن اي في سيجما القطر الداخلي زائد الخارجي، تمام، قانون الحلقة. بدي اعمل اتزان، اتزان الفورس بدها تساوي وزن، الوزن وزن الحلقة قوة السيرفيس تنشن، قوة السيرفيس تنشن. فشو بعمل؟ بسويهم ببعض، بعدين بحكي الاف سيجما اللي بدي اياها اللي هي سيجما ال بتساوي اف ناقص دبليو، سيجما ال سيجما هيها ال هيها، تمام، والاف ناقص دبليو هيها لانها بالجرام، انا لازم اخليها كيلو جرام، هاي الجاذبية، هاي القطر الداخلي وهاي القطر الخارجي. تطبيق مباشر للقانون. بحكي تريك إنه أنا إذا ما أعطاني وزن للحلقة بتحكي F بتساوي F فبتشيل الوزن هذا، تمام؟ أو إذا ما أعطاني فورس لازمة بتحكي الوزن بتساوي السيرفيس تنشن. السؤال الأخير هو تطبيق مباشر على السيرفيس تنشن على الكابلري رايس، حلو، بقول لك عندي دايميتر 2 مليمتر، دايميتر هون بالقانون R فبقسم على 2، والسيرفس تنشن معطيني اياها كذا والزاوية واحد، والتطبيق باقي مباشر، يعني هذا على قانون كابلري رايس تطبيق مباشر. خاصية الأخيرة حفظ الفابور بريشر، بس تعطيك ملاحظة مش كاتبها هون أنا، كل ما زاد الحجم بصير بصير أسرع للغليان، يعني أنا إذا عندي بيك شاي وإذا عندي خزان مي كل ما زاد الحجم بصير الغليان أسرع. بس يعطيكم ألف عافية، احفظوا هذا الحكي حفظ عن فهم النوت اللي كتبته أنا، ما زاد الحجم بصير الغليان أسرع، يعني لو عندي ثلاث سوائل كل واحد له حجم معين الحجم الأكبر لا أسرع. أعطيكم ألف